السلام عليكم. طبعا في معرض للمساحة الجيولوجية في الرد سيمون، مدته 5 أيام، باقي عليه اليوم الخميس، يعني احسبها. هذا المعرض بيكون معانا هنا، بيكون معانا ثامر عبد الكافي، هو المسؤول عن المعرض والعلاقات العامة بالمعرض، بيشرح لنا عن بعض المعرض، فجزاه الله خير. قسم دراسات الكون في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مسوين مغارة أو كهف على شكل يعني كهف من الورق، هذا صنع من اللايم ستون اللي هي صخور الحجر الجيري، شايف؟ هندخل جوا هنا اتفرج. اكسكيوز مي. صخر طبيعي من الحجر الجيري، هناك بعض الموجودات اللي ممكن نلقاها ككائنات حية تسمى الهوابط أو الستلاكتايتس، تقابلها الصواعد اللي تظهر من الأرض تطلع إلى فوق إلى الأعلى. وإذا يعني ثعلب عمره 2000 سنة وجد. هذا الثعلب؟ أيوه نعم. عظام اللي هو الجاموس البري القديم اللي كان يعيش في الجزيرة. والله بالنسبة لنا كلها مشهورة. رقم واحد كهف أم جرسان، غار أم جرسان في حارة خيبر. وين موقع؟ حارة خيبر. بالنسبة لأهمية الخوذة، لاحظ معي هنا خوذة صاحب الاكتشاف أبو أحمد سحب علينا. طبعا هنا الخوذة حقت هنا لو تلاحظ في إصابات، يمكن 3 أو 4 إصابات في الخوذة، فهي ضروري جدا اللي يدخل الكهوف. عندنا خامات معدنية فلزية في المملكة، بعرض لكم بعض الخامات مثل خام الذهب في منجم مهد الذهب، خام الذهب منجم الصخيبرات، ومن خام الذهب يتواجد الحين بنشوف 3 عينات أشكالها مختلفة وألوان مختلفة، بس الظاهر إنه ذهبي وهو ما هو ذهب، اللون الذهبي واللون الفضي هذا. العينات الثلاثة الذهب يتواجد فيها في العروق البيضاء، عروق الكوارتز يسمى بالمرو، تتكسر تتحلل تتحط عليها محلية كيميائية يطلع منها من داخل العروق البيضاء. عندنا خام النحاس في هذه في أكبر منجم نحاس في السعودية، منجم جبل صايد. نحاس هنا باختلاف ألوانه، عندنا هنا في منجم النقرة لونه أخضر. وعندنا خام الحديد، خام الحديد الطباقي بدينا شكل طباقي أترسب بنوعين من الحديد، هيماتايت ومغنيتايت. وعندنا خام الجرافايت، خام الجرافايت عبارة عن كربون بيتصنع منه أقل حاجة أقلام الرصاص المرسام، وبالإضافة إذا كان في تقنية عالية ممكن يتصنع منه ألماس صناعي. خام الكرومايت يدخل في صناعات عديدة، منها صناعات مثلا إطارات العدسات ينضاف عليها حديد أو ألمنيوم، أو إضافة إلى جنوط السيارات. هذا لقياس الزلازل مقياس رختر، أليس كذلك؟ رختر، ها؟ مقياس رختر، واسم العالم رختر يعني. الآن بنصور البركان اللي حدث في المدينة، تكلم عنها ابن كثير. طبعا وجدت المعلومات اللي في الويكيبيديا ما هي 100%، خلنا نشوف الدكتور. جنوب شرق المدينة المنورة، ثار البركان سنة 654 هجري 1256 ميلادي، يعتبر أفضل المعالم الجيولوجية في المملكة، وذلك لوجود بعض التشكيلات أو الأشكال التي تكونت من الصخور البازلتية. جبل الملسة 23 كيلو جنوب شرق المدينة المنورة. أنا من أهل المدينة طبعا. هذا ياقوت الأحمر، هذا زفير، هذا زمرد، عرفوا علشان شوف هنا مسجل على أساس ما حد يضيع، بنحل الخط من هنا. هذا الشيخ عمر، أطال الله بقائك في الخير طبعا. هذا الأخ وليد، أطال الله بقائك في الخير طبعا. هذا اللي يقيس الزلازل، شوف لاحظ هنا لما تضرب، شوف الضربة هنا تكون ارتفاعها. أضرب برجلك، أضرب برجلك، شوف هذه ضربة وليد، شوف عدم الجهاز. هذه رصد الزلازل، يوجد في المملكة 240 محطة رصد زلازل، هذه طبعا لايف أونلاين، هذه شغالة على طول تتابعها. هذه ما هي للأسهم، هذه لرصد الزلازل، يعني إذا ارتفع هذا ما هو كويس، يعتبر إنذار خطر. هذه ساق الفيل قبل 600,000 سنة، هذه كانت موجودة في منطقة تبوك في صحراء النفود. شوف هي الجزء الأحمر اللي موجود هنا، هي هذه العظمة اللي موجودة.
وهذه هي هذه التنقيب عنها. هذا منظر الجزيرة العربية زمان، الحيوانات هنا هذه اللي كانت موجودة، حمار الوحش والفيلة، وهذا موجود اللي هو القرد. هذا اسمه سعدان الحجاز، هذا الآن أعتقد أنه منقرض ما عاد موجود، لكن كان موجود قبل فترة طويلة من الزمن. وهذه عظمة أخرى للفيل، هي اللي بالأحمر هنا، هذه هي عظمة أخرى نفس الفيل. كان الفيل والحيوانات دليل كان المنطقة كلها غابات، ومصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزيرة كانت مروج وأنهار وستعود كما بدأت، فهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا.